والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وشهداء الهداه ما صغرت أشرق وآلت في تزكية النفس الذي فضل الشيخ عبد الرزاق ومن أحسن إلى طريق البارك حفظه الله. قال القاعدة الثانية: الدعاء مفتاح زكاة النفوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه وحسن الألباني في صحيح الجامع. فالدعاء من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيه إظهار للعجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله سبحانه وتعالى وقدرته وغناه وإغناؤه وكبرياؤه وجر كسر خواطر أعدائه، فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، كما قال شيخ الإسلام في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير. فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا والآخرة فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من دعاه والتجأ إليه بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معها. وعن مطرف ابن الشخير رحمه الله قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. وفي باب التزكية صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خرجه الترمذي في الجامع وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فمتى اجتمع على العبد قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاءه ولم يتعجل إجابة وتحرى الأوقات الفاضلة فلا يكاد يرد دعاءه. وأعظم ما يعنيك على وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره في تفسير قوله تعالى: ما زكى منكم ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه. أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله عز وجل. وقال البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أخرجه البخاري في صحيح ومسلم. فالهداية والإيمان والخير كله بيد الله وحده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ويؤكد عليه باستمرار. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستهل خطبته بقوله: ما
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذا الأصل هو أعظم الأبواب لتزكية النفس، فمن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله عز وجل لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. هذا صلى الله عليه وسلم.